صبحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامج 90 دقيقة. حلقتنا اليوم سنتحدث فيها عن الشأن العرباوي والوضع العرباوي في الأيام القليلة والساعات القليلة الماضية، يعني يغلي على صفيح ساخن خاصة بعد الخسارة أمام النصر. سنتطرق إلى الشأن العرباوي وآخر التطورات اللي حصلت في الساعات القليلة الماضية مع ضيوفنا داخل الاستديو اللي نتشرف فيهم: علي ميم مدربنا الوطني واللاعب الدولي السابق كابتن أحمد خلف، بجانب أيضا مدرب وطني ولاعب دولي سابق أيضا كابتن مالك القلاف. علي صار يعني نوعا ما محايدين لكن ميولهم عرباوية دون شك، فبالتالي يعني لهم علاقة بالشأن العرباوي، واثنينهم أيضا مدربين وطنيين ونتشرف فيهم: الكابتن حميد مال الله وبجانب أيضا كابتن فايز فريح. حياكم الله يا أخوان، صبحكم الله بالخير. مشكور على تلبية الدعوة. شياب مشتين بس ولا يعني أنت شايب بس محمد جو حار برا الحر يعني. شوف الرياض داش وغميس. أنا طبيعي. بعد مو غميس ولا شيء، لا سوي قصة. قلت لك هذا. مو غميس. لا مو غميس كامل مالك شغل. الله حركات. بعد. الله حركات. صيفي مو. إيه مو. بس وين؟ واحد أربعة. حميد مالك الله. هاي سوالفه أول لما كان باليرموك شيء نفس الشيء. إيه سوال هو مالك الله شوية حبيب. بس ساعات يزنطك. ذكر لنا سالفتين عن مالك. عطنا سالفتين موت اليرموك. مالك شوف مالك من احسن اللاعبين صراحه اللي اوكي اللي يلعبوا حق نادي اليرموك. حلو. لكن بس في موسم من المواسم كل كره كان يناشبني. يناشبك انت؟ مناشبني ناشب هذا كله. فاول ابي شوت. وش يصير؟ كل ما يصير شيء اقول مالك روح وقف هناك راح العبها لك. وفعلا من العبها له يحط جول كان. وكان يحط اهداف صعبه. وكان مميز الموسم هذا. افتكر 91 كان مميز او 92 كان مميز حق مالك القلاف، ساهم مساهمه كبيره في وصول الفريق حق نهائي الدوري. ما شاء الله. عنده جول نشطات ولا الجول ما ادري عن هذا. اللي حاب يشاركنا اليوم طبعا تشرف بتواصل معنا من خلال ارقام تليفوناته راح تكون واضحه على الشاشه، حسابنا في تويتر ايضا. ننوه مره اخرى ايضا برنامج 90 دقيقة بقيادة منتج جديد وبإدارة منتج جديد الأخوان مجموعة الخشاوي العالمية، ونتمنى التوفيق لأخونا أبو عيسى، الأخ عدنان الخشاوي، الأخ حمد الخشاوي، أبو حمد حامد الخشاوي، اللي إن شاء الله أيضا يحاولون تطوير البرنامج أكثر وأكثر. وأيضا كما يعني عهدتوا البرنامج الرأي والرأي الآخر موجود إن شاء الله، وفتح المجال أمام الكل، وجوه جديدة إن شاء الله راح نشوفها ونحاول أيضا نعطيهم الفرصة للظهور إعلاميا. شكر لرعاتنا وداعمينا: شركة فيفا، سفريات النور، دار أنوار المباني، ديرندير أخوي العز محمد العنجري، ولا أنسى أخوي أيضا طواري مدلول وكيد جيفوبا وزيوس في الكويت. واليوم أشكره أهدانا أيضا تيشيرت نادي كاستيرانا، أحد الأندية اللي تلعب في الدرجة في الليج برو في إيطاليا، وهم ايضا وكيل حصري لهم، فشكرا جزيلا لك. قبل لا ابدي في بطوله او في قبل نهائي دوري الوزارات، حصلت حادثه في ركلات الترجيح بين اعتقد البلديه ووزاره الكهرباء والماي حسب ما قالوا للفريقين، يعني مو متاكد من المعلومه، لكن المباراه وصلت الى ركلات ترجيح. في احدى هالركلات يمكن حادثه تحصل لاول مره في ملاعبنا صراحه. احنا بنشوف اللقطه مع الاخوان وبراي الاخوان ايضا في هذه اللقطه. راح نقول لكم شو اللي صار او شو اللي قرار الحكم اللي اتخذه بعد ما نشوف اللقطه مع بعض. برشلونه بلنتي خمسه بلنتي اشوف بلنتي جول بقى شنو جول جول في متعمد وغيش جول في ماشي عزيز جول دخلها الحارس الحكم متوهق ما شوف الحكم ما يدري الحكم متوهق بس هل عيدة ثاني مرة لا حطها حميد بيده الجول شي قطها راح أقولك سالفة نفس هذه صعبة
واحد من الحراس صد الكره طلعت فوق عالي قام يحتفل قام يركض طقت الارض تيك. لا لا هذا غير نفسها جولش مدخلها هذه بالكويت. بالكويت صارت واحده بس راح اقول بعدين 5-1 من زمان صارت من واحد سنين يعني الحين يمين اي انا ما تحسب جول الحين دقيقه باقي على الوقت الاصلي اذا متعمد ما تحسب جول 5-1 بس دقيقه على الوقت الاصلي غير الضايع والله اذا وصلهم 5-1 جول واحد يساعدهم عقلي جول خمسة خمسة خلي العيد اللقطة راح تنعاد ما نبي هذا الحكي هذا بس ليش طولوا كذي الحكم من الاتحاد شنو باتخاذ القرار لا يعني بالهذا ما بداي اللقطة بنوري الجمهور يعني شو اللي صار عرفت يعني لكن الاحتجاج على الحكم احتجاج يعني هم محتاجين على الحكم الحين محتاجين الحكم حسبه ولا ما حسبه ما ادري ماكو قرار شوف وكاي شوف صدها اوكي شوف للحين ما لها شغل دشت جول كذي تعتبر شوف هي الكره توقف من اخر مسكه وهو ما مسكها بالكامل بلا مسكها لا طاحت منه لا لا مخالف مسكها بعدين طاحت منه هذه جول خمس دقائق اعتقد انه استحوذ عليها اي استحوذ ما مو جول الحارس استحوذ عليها ما دام استحوذ خلاص انتهت الكرة هني انا اشوف انها طاحت من ايده مسكها وطاحت من ايده لا لا بعدين دزها ابو خالد بعدين دزها بيده الشمال هي مسكها بعدين طاحت من دم تعال يعني ما شات اذا هذه اللقطة الحكم اعتقد احتسبها حسب ما يقال لي بان احتسبها هدف ابو خالد انت شو تقول شوف هي من الوهلة الاولى تبين انها هدف لان الكرة ايه. يمكن ما وقفت ولكن بالاعادة الثانية البطيء اعتقد الحارس انه استحوذ على الكره ومن ثم مع وقفتها دخل الكره في الجول فاعتقد الكره هني تنتهي في حال وقوف الكره في اي وقت كانت فاعتقد انها هي مو جول انا بوجهه نظري ما انا ماني حكم ولكن والله هذا بعد عزيز انا اقول تعتمد على القوانين الجديده مال التحكيم يمكن على كلام ابو خالد صحيح قديما هي كذي لكن هل هي في تعديلات جديده عليها شنو وضعها لكن الحارس يحط الكره بالجول هذه تحسب على حارس المرمى بعد بالاخير يعني نعم. يعني انت الحين صايده خلاص تقطها بالجول ليش والي تفتلتت ما ادري نفس الكلام ترى عبد العزيز صار تعديلات على الشغلات هذه بس في حادثه صارت كان من زمان هذه يعني قبل 20 اكثر من 20 سنه مراحل سنيه يعني في مدرب ما راح اذكر اسمه كان يصرخ على الجولتي وايد يصارخ عليه يصارخ عليه يصارخ عليه انلعبت تضايق اللاعب انلعبت حقه كان اخذها ويقطها بالجول جول على نفسه شو تحسب هذه؟ حاليا؟ لا نفس ذاك اليوم ذاك الزمان ذاك الزمان جول شو تحسب؟ ذاك الزمان جول مو جول لا تطلع ضربه ركنيه ذاك الزمان جول ولكن تعديلات ذاك الزمان يمكن قبل 20 سنه جول ولكن تغير القانون ما حتى لو فاول ما حسبه ما حسبه ما هو القانون قانون تسجيل ما حسبه حتى بوربا هذه لاعب متعمد 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 لعبها عفوا كابتن القانون في كرة القدم ما تغير في النقطة هذه اللي هي تعتبر سوء السلوك او تسجيل هدف في مرماك بلد. في حال انك سجلت هدف متعمد في مرماك تكون ضربة ركنية للفريق المنافس وتحصل انت على انذار سواء سابقا او حاليا فهذا اعتقد حسبها كورنر انا والله تبي صراحه اقول لك يا انا ما شفت بس ربعي رايحين ما شافوها وانا ما ذاكر اسم المدرب ولا اي فريق بس صارت هذه بالكويت عندنا بس انا اعتقد انا سابقا انا اعتقد جول لكن صار تعديل عليه وفرح هذه شيء انا بس بصلح الاخوان على موضوع التعديلات الجديده على كره ضربات الجزاء ما في اي تعديل على ضربات الجزاء الا نقطه واحده اللي هي طريقه اللي سواها ميسي وسواريز هذه تم القاء هذه لانها تعتبر باب سوء السلوك هو التعديل الوحيد لكن متى الغاها؟ التعديل الجديد اخر تعديل متى؟ من سنه يعني؟ لا 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 اقل لا تو تو اخر تعديل صح بس هذه صارت عندنا بالملعب لا واجد واجد صارت عندنا يعني هي واجد وفي في في بعض البطولات يلعبونها كذي في مجرد قادسيه اعتقد والعلم عند الله انها ما تحتسب هدف نفس ما قال الكابتن ان الحارس صد الكرة وثبت الكرة على الأرض وأثناء قيامة فلتت الكرة منه ودشت هدف لكن هي الأصل في ضربة الجزاء إذا ثبتت الكرة خلاص تعتبر ضربة الجزاء نفذت بالكامل هذه الحارس ثبت الكرة الكرة ثبتت في الأرض
بعدها مع غياب خلاص انا قمت لو انا دخلها على نفسي تعتبر مو هدف. انا اتوقع انا مو هدف. اعطيك خبر حصري يعني. 6-1 برشلونه. 6-1 اي عشان اعطيك خبر حصري. 6-1 مبروك برشلونه. اي نعم بالوقت الضايع بدل الضايع. معقول؟ اي والله حط 5 دقائق بدقيقه 5 بدل الضايع قبله والسادس. السادس حط الجول فعلا. والله ميسي سجل؟ على الحين ما ادري منو اللي سجل. لا الخامس شات نيمار بس اعتقد السادس للحين مو مبين يعني منو. هذا والله 6-1 لا يفعلها الا الكبار. شوف على برشلونه كبير. لويس انريكي صرح قبل المباراه بيوم بخاري طبعا هو مو سحر قال انا راح اسجل 6 اهداف بهالمباراه وفعلا سجلوا 6 اهداف. عموما نبارك للبرشلونيه. اعتقد ايضا المباراه الثانيه يمكن دورتموند ضمن ايضا ثلاثه منو ثلاثه؟ دورتموند وصلوا 5 كنا اي لا اذكرها 5 ضمن ايضا دورتموند يعني حتى الان الثمانيه الكبار يستاهلون بالفعل هم كبار ويستحقون الان على الاقل الاربعه اللي تاهلوا يستاهلون التاهل. طبعا ريال بايرن برشلونه وحاليا دورتموند. ايضا قبل لا اروح حق موضوع العربي بس خلا بس عبد العزيز ما قلت عن هاي شنو هاي والله وحطها جول انا ما ادري حسبها جول شنو حسب كلام الاخوان حطها جول ها اي ما ادري عاد هل قرار الحكم صحيح والعاده اخونا مشعل العسعوسي دائما هو اللي معانا اول باول يزودنا بال بس اتوقع الحين الكل يمكن لاهي مع مباراه برشلونه. عموما في خبر ايضا يخص الاتحاد الكويتي لكره القدم واللجنه الانتقاليه واحنا يعني دائما في شيء ايجابي او في شيء خبر زين لابد ان نشير له في انتقاد لابد ايضا ان نوضحه حق الاخوان. طبعا اليوم كان في تصريح للدكتور محمد خليل ان الاتحاد امين عام الاتحاد او امين عام اللجنه الانتقاليه المؤقته الدكتور محمد خليل اعلن تعاقد الاتحاد مع احدى الشركات المتخصصه في البرمجه بالنسبه من اجل تغيير النظام المتبع حاليا بالاتحاد من النظام اليدوي الى النظام الالي وذلك فيما يخص اجراءات قيد وشطب اللاعبين في فترتي الانتقالات الشتويه والصيفيه من اجل تفادي جميع السلبيات. واكد الدكتور محمد ان النظام الجديد سيشمل تسجيل جميع المعلومات الخاصه باللاعبين اليا وتوفيرا للوقت والجهد. يعني احنا نحاول ايضا الاتصال بالدكتور محمد خليل على الاقل ايضا اذا في موجود معنا على الطرف الاخر من الهاتف. دكتور محمد صبحك الله بالخير. يعني هذه من الامور اللي تحسب لكم صراحه وشيء جميل. اليوم اغلب الدول يعني قاعد تتبع نظام الي قاعد تتبع نظام يعني متطور فنشيد الحقيقه بهذا او هذه الفكره وهذا القرار. لكن السؤال متى سيتم التطبيق مع نهاية الموسم إن شاء الله ولا الأمور إلى الآن ما جهزت؟ أمسى عليك أخوي أبو سعود ومسى على الأخوان الضيوف اللي معاه في البرنامج. حياك الله يا دكتور. هلا أخوي أبو سعود. إحنا عشانكم بصورة إحنا تعاقدنا مع الشركة. نعم. والشركة هذه أحد الشركات المتخصصة في البرمجة. وكان بسبب علشان تغيير النظام التبع الحالي بالاتحاد او الاتحادات صاروا من النظام المانوال اليدوي الى النظام الالي مثل ما انت تفضلت اليوم. يعني الاتحادات كلها يعني الان النظام المانوال اليدوي قلة من الاتحادات اللي تستعمل هذا النظام. يعني الان طبق كل النظام الالي لهذا السبب تم الاتفاق عن طريق موافقة مجلس إدارة مع احدى الشركات وان شاء الله راح نحن اعطينا الديدلاين مع الشركه راح يكون ان شاء الله في 15/4. نعم. النظام هذا الجديد راح يكون ايضا تسجيل جميع المعلومات الخاصه باللاعبين اليا على توفير الوقت والجهد. ونفس الشيء راح المرحله الثانيه راح تكون بسعود ربط الاتحاد الكويتي بالانديه اعضاء الجمعيه العموميه عبر هذا النظام الجديد. شيء طيب. يعني طيب. راح يكون في ربط مع الانديه نفس الشيء على اساس انه يطلعون على جميع قرارات الاتحاد اللجان العامله اللي فيها خاصه بالانديه وباللاعبين. نعم. وفي نفس الوقت يتفادى السلبيات اللي موجوده بالسابق سواء الاتحاد الحالي او الاتحادات السابقه. نعم. وبعدين راح نخاطب الانديه في وقت لاحق ان شاء الله ترشيح الممثلين عنهم
على اساس يحضرون الدوره اللي راح تقيم الاتحاد من الـ من اول ما نتم الاجراءات هذه خطه تدريبيه حسب الاتفاق مع الشركه على اساس انه يكون يتدربون على كيفيه التعامل مع هذا. نعم. وبنفس الوقت بنود يا ريت اذا في مجال بس حبيت اوضح انه باكر ان شاء الله نعم. راح يكون عندنا الساعه 8 في مكافآت راح يكون حق حكام الشواطئ والمراقبين الاداريين الموسم الماضي. امانه مجلس الاداره اخذ قرار تم الموافقه على الصرف هذه فقط اخرى من الموسم الماضي، والاخوان امانه يعني يبذلونها في نجاح هذه الخطوات. قرر مجلس يصرفون هذه المكافآت اللي كان المفروض يصرفون لها من الموسم الماضي على ايام الاتحاد السابق. نعم. فراح يتم تكريمهم الساعه 8 بالاتحاد. طيب ان شاء الله هذا خبر مهم بالتاكيد. بما انك ذكرت الحكام دكتور محمد، اليوم طلعت اخبار غير متاكدين منها ان السيد سعد كميل نائب رئيس لجنه الحكام استقال من منصبه، هل الكلام صحيح؟ لا مو صحيح. غير صحيح. نعم. بضاري سعد كميل راح حاليا في السعوديه عنده على اساس مهمه هناك في السعوديه. نعم. وبعدها راح يكون عنده فتره علاج مع واحد من اهله فتره بسيطه وراح يرجع ان شاء الله. لان حسب المعلومه اللي وصلت ان الاتحاد الاسيوي طالبه للتحقيق. طالب منه؟ طالب سعد كميل للتحقيق معاه. لا 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 مو صحيح. اول سنه كان عندي بالمكتب. نعم. وبلغني شخصيا راح يسافر السعوديه على اساس انه عنده مهمه. نعم. وبعدها راح يكون فتره علاج مع واحد من عائلته وراح يرجع ان شاء الله. نعم. وراح يكمل مع باقي اخوانه، وهذا الكلام غير صحيح ان شاء الله. شكرا لك يا دكتور. حبيت اذكر اخوي ابو سعود ان بس عشان تاكيد حق الانديه الرياضيه حق كل الجماهير الرياضيه. نعم. على المكافآت، لان صار هم لغط في بعض المحطات او بعض الصحف. نعم. على مواضيع المكافآت اللي هي مكافآت الدوري فيفا. نعم. ناكد ان ما ذكرناه مثل ما بدينا واستلم الاتحاد راح يكون المركز الاول راح يحصل على 100,000 دينار على 50,000 ان شاء الله. 100,000 الاول، الثاني كم؟ 70. 70. 100,000 الاول، الثاني 70,000 والثالث 50,000. 50. تاكد هالمعلومه. هذا جميل بتاكد. على اساس انه في لغط انه قال ان احنا المكافآت راح ترجع مثل بس السابق. المكافأة مقدمة من منو دكتور؟ لان اللغط صار على من يقدم المكافأة. هذه المكافأة ان شاء الله راح تكون عن طريق السبونسر، وبنفس الوقت راح تكون عن طريق الحساب الشخصي للسيد فواز حساوي رئيس الاتحاد ان شاء الله. نعم. وهذه هل جائزة قانونيا في الكويت؟ ما لنا شغل بالدولة. في القانون المحلي هل يجوز شخص يقدم مكافأة لبطل الدوري والمركز الثاني طبعا والثالث؟ عن طريق الشركات الراعية طبعا نقدر. يعني اليوم فواز حساوي يملك شركات ويقدر. نعم. عن طريق الشركات السبونسر هم يتكفلون في الجوائز والمكافآت هذه ان شاء الله. والله هذه يعني من الاخبار الطيبة بالتأكيد يا دكتور. شاكرين لك على كل التوضيحات اللي وضحتها لنا. نشكر امين عام الاتحاد الكويتي لكرة القدم دكتور محمد خليل اللي وضح لنا العديد من الامور. الشركة المتخصصة لقيد اللاعبين الكترونيا غدا ان شاء الله سيتم تسليم حكام الشواطئ ايضا مكافآتهم الواقفة من الموسم الماضي، وايضا يؤكد بان المكافآت للمراكز اصحاب المراكز الثلاثة الاولى ستوزع مع نهاية الموسم في الدوري. الاول 100,000 و70,000، الثاني والثالث 50,000. ونفى خبر سعد كميل طبعا الخاص بالإشاعة اللي طلعت ان الاتحاد الآسيوي مستدعي للتحقيق في موضوع التلاعب بالنتائج في الدوري الكويتي، وهو حاليا في مهمة عمل في السعودية، وبالتالي بعد ذلك سيكون في رحلة علاج. شكرا للدكتور. صار 20 حكم هذا ما صار شيء مضربين حكام. دكتور تبي تضيف شيء بعد دكتور؟ بسعود بس في شغله اخيره بغيت اوضحها، ان مجلس الاداره موافق في فتره سابقه
على 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 مشروع اللي هو مشروع منظومة العمل الإداري أسوة بمنظومة عمل المدربين وتصنيفهم من قبل الاتحاد الدولي والأسو مجلس دار وافق طبعا على تطوير عمل إداريين بالأندية الرياضية، وراح يتم إن شاء الله عمل دورات للإداري المحترف طبعا القصد منها تطوير أدائهم مع فرقهم وزيادة خبراتهم من خلال تطوير العمل الإداري، وبالنهاية اللي واكب اللي واكب عمل إداري مع المدربين شيء طيب. ان شاء الله هذه ينعكس ايجابا على عندنا دورات يا عزيز وعلى منتخباتنا الوطنيه ان شاء الله. دكتور حبيبي مساك الله بالخير، صبحك الله بالخير، حياك الله، مالك القلاف وياك. لا انا اخوي مالك يا رفيق سلمك. دكتور انت قاعد تتكلم بمنظومه جدا مميزه، احنا قاعد نتكلم اليوم كمدربين صار لنا اكثر من كم سنه مو قادرين نتقدم خطوه حتى ندش دورات محترفين ولا سوبر برو ولا الناس اللي قبلنا اللي عندهم البي بيديزون ايه، لمتى احنا واقفين دكتور؟ يعني انا السؤال، احنا النشاط واقف عندنا، احنا شلون نتحرك؟ ما في اليه ثانيه ممكن ان احنا ندش اي دوره؟ طبعا احنا حاليا بالنسبه للمدربين الورش العمل شغالين، يعني شغالين على الدورات هذه. الورش ما راح تضيف لي اني انا اخذ، يعني انا متاخر اليوم، انا بليسين اي صار لي الحين 4 سنوات انا ماخذ الليسين اي، مو قادر ادش دوره برو وسب النشاط متوقف عندنا. بالضبط يعني في الفتره الحاليه اخوي ما اللي تعرف لان النشاط واقف عندنا، بس ان شاء الله يعني احنا قاعدين نسجل المشكله هذه على مستوى الحكومه وعلى مجلس العموم وان شاء الله قايمين في حلولها، وراح ان شاء الله نلحق على اننا نكمل الدورات سواء تخص المدربين او تخص ان شاء الله الاداريين. والله اتمنى دكتور اتمنى. زين دكتور على طار المدربين، بما اننا فتح موضوع مدربين ابو احمد، العربي اليوم عين مدربين واحنا قاعد نناقش موضوع العربي، عين مدربين للفريق الاول، بس حسب المعلومه اللي وصلت ان المدربين ما يملكون شهاده البرو، هل يجوز لهم تدريب الفريق الاول؟ علشان تكون بالصوره اخوي ابو سعود والاخوان الضيوف اللي معاك، من شروط المدرب الفريق الاول لازم يكون عنده برو، يعني وحتى السؤال هذا سالني اخوي عبد الرزاق معرفي في بدايه الموسم كان مرشح عندهم احد المدربين حق الفريق الاول. نعم. سألني نغوي التفاصيل وسألني قلت له كان المدرب اللي كان في يبونه مدرب حق أحد الأكاديميات، فقلت له ما تنطبق عليه شروط مدرب فريق أول لازم يكون حاصل على شهادة هذه شروط لازم. طيب. دكتور يعطيك العافية. الله يعافيك. أخوك فايز فريح معاك. حياك الله يا أخوي. كيف الحال؟ شاك بخير. طول بعمرك يا رفيق. بس انا بخصوص بتكلم على موضوع المدرب الوطني، انتم كاتحاد مفروض انكم تدعمون المدرب الوطني. حلو. دائما حلو. احنا عندنا قناعه ان المدرب ما هو بشهادته، المدرب الفكره، طريقه تعامله، طريقه قراءه المباراه، الشهاده عمرها ما كانت عاقه امام اي مدرب. ممكن يكون في مدربين اكفاء وممتازين ما يحملون شهادات عاليه في التدريب، ممكن يجيك مدرب مع برو لكن للأسف ما يفهم أساسيات التدريب، وكثير ترى عندنا من هالنوعيات هذه في الكويت. فأنتوا كاتحاد ترى أنا طلبت حتى في وقت لجنة المدربين السابقة عزيز إن شنو كمدرب وطني ها مفروض أنك تدعمني تخليني في الأي، أنا أقدر أدرب فريق أول إذا إحنا بندعم المدرب الوطني وتكون شهادة البرو للمدرب الأجنبي. شنو اللي بتوصل له بفرق؟ أنا بقول إن المدرب الأجنبي اللي أنا أجيبه من برا ما عنده، هذا يكون لازم يكون معه برو. طيب هذا لازم برو، لكن أنا كمدرب وطني عطني صلاحية ها إني أكون إيه أنا أقدر أدرب فريق أول، لأن كثير من المدربين حرموا من تدريب الفريق الأول صح سبت إنه برو. وللأسف دكتور أنا يعني أكد على كلام أخوي كابتن مالك، أنا ماخذ دورة الإيه 2009 أنا معي دورة الإيه، الحين إحنا داشين 2017 كملت 8 سنوات أنا ما عندي دورة برو. شوف عشان تكون بالصورة وعشان أوضح لكم الأمانة، إحنا قبل 3 أيام يمكن شفنا حتى خبر وغطيناه إعلاميا لأول مرة، يعني العمل اللي عملناه هذا يعني ما حصل حتى مع الاتحادات السابقة. سوينا ورشة عمل وحلقة نقاش مع المدربين أصحاب الخبرات في الأندية في الكويت صحيح، وتم مناقشة يعني وايد قضايا وايد مواضيع من ضمنها هذه، يعني في أكو في لجنة المدربين طبعا حاليا هو رئيس خالد الفضلي
ومعاه أعضاء اللجنة، وكان اجتماع قبل كم يوم، وكان معاهم من ضمن المدربين الكابتن صالح زكريا ومحمد إبراهيم وفوز إبراهيم وصالح عصور، نخبة المدربين. فتناقشوا أمانة بالمواضيع المدربين ومشاكل المدربين وحلوله، وإن شاء الله إحنا يعني راح نتابع المواضيع هذه، وراح إن شاء الله نحل المشاكل هذه اللي هي واقفة، اللي هي اللي تواجه كل المدربين الوطنيين إن شاء الله. ومن خلال هذه أمانة، حتى الأمانة يعني عرض علي أخوي عقيل مهنة قبل يومين كان عندي بالمكتب، وقال محمد ودنا نكرم كل المدربين الوطنيين اللي عاملين مع انديتهم بالوقت الحالي، نكرمهم كحافز. وامانه الاقتراح هذا على طول انا رحبت فيه، وقلت له بالعكس اول ما يوصل رئيس الاتحاد فواز على طول راح نبلغه وراح نسوي لهم حفل تكريم على طول كدافع وتشجيع لهم اللي هم مستلمين الفرق الدرجه الاولى مع انديتهم. شيء طيب. بس اخيرا بو دكتور، شلون راح تتعاملون مع مدربين النادي العربي؟ والله هذه شروط موجوده، يعني موجوده في لجنه المدربين والنادي العربي، وما عارفين الشيء هذا يعني. وانا قلت لك وردت اكرر لك مره ثانيه، يعني بدايه الموسم استاذ عبد الرزاق معرضي وكفته داق عليه على نفس الموضوع هذا، وكان مرشح عندهم احد المدربين الاجانب، كان مدرب الاكاديميات، وقلت له المدرب الفريق الاول لازم يكون حاصل على شهادته. يعني ما راح تعطونهم كرنيه دكتور؟ لازم طبعا، بالبدايه لحد ما وصلنا اي شيء رسمي يعطي المساعد، وصلنا اي شيء رسمي بعدين راح نتعامل معه. طيب مساعد ياخي. شاكرين لك دكتور محمد خليل، مشكور على التوضيح، ومشكور على يعني الاخبار اللي خصيتنا فيها، اخبار جدا مفرحه بالتاكيد للمتابعين والرياضيين. قبل اروحك فاصل بس خلا اهني اخونا العزيز صلاح المطيري وعوده حسابه هايدو، كان في مشكله اخونا يعني ابو عبد الله دائما داعم لبرنامجنا في 90 دقيقه الحقيقه، يعرض اخبارنا، يعرض يعني مواضيع حلقاتنا، فكل الشكر له. وحسابهم تقدرون تتابعونه ايضا موجود على الهواء مباشره. ونشكر اخونا فهد العجمي امانه اللي كان له دور كبير في عوده حساب اخونا صلاح المطيري، فنهنئ اخونا صلاح والقائمين على حساب هايدو، ونشكر اخونا فهد العجمي على المجهود اللي بذله في اعاده حساب اخونا واخواننا في حساب هايدو. روحك فاصل وبعد ذلك نعود. حياكم الله ويانا، عدنا لكم من جديد. احد الاخوان طبعا داز لي معلومه ان الحكم لم يحتسب ركلة الترجيح هدف اللي عرضناها قبل شوي، فقرار الحكم صحيح؟ لا صحيح، مو هدف صحيح. لأن الكرة خلاص ما دام ثبتت الكرة هني استحوذ عليها، لأن ركلة الجزاء نعم الآن من لمسة واحدة نعم. طيب يعني حقيقي قرار الحكم صحيح. طيب أنا خلا بس أشيد أيضا بنقطة قبل لا أدخل في موضوعنا، أدري تأخرت، يعني العادة يمكن يصير لغط وشو اعلامي ولويا على مباراه ديربي مثلا العرب القادسيه، كلاسيكو القادسيه والكويت، مباريات نهائي مثلا كاس الامير او كاس سمو العهد. لكن الاخوان في جريده جمهورنا اخوي خالد الهيت واخوي بندر ندى يعني عاملين جو لمباراه ديربي النصر والتضامن اللي راح تلعب طبعا في نادي التضامن، وتعرفون مباراه ديربي منطقه الفروانيه عيال عم، يعني مو عيال عم، ما يصيرون عيال عم. انا كنت طبعاً صغير بس خل اعلن عنها. أوكي. اللي حاب يشارك طبعا مسوين مسابقه، توقع نتيجه ديربي الزمن الجميل، مسابقه للاخوان، ف يعني نتمنى مشاركه الاخوان في هذه المسابقه. واعطاء جو لي لي خالد الهيد مشكله ديربي وما يصير عيال عم صح؟ لا مطران وهني رشايده، مطران ورشايده يعني هناك مطران وعداوين، معناته ديربي، معناته ديربي صح، هناك رشايده هو ترى عيال عم، ما يصير عيال عم ترى هو ديربي، هو ترى على فكره المنطقه الرابعه ديربي مطران ورشايده زمان وخيطان. بس علي الدحان مزعل فهد دابس،
قال بيطيح اي شيء اذا فازوا. مالك شغل التضامن قدها، التضامن غالب النصر 8-0. شنو انت ضد ابو فهد يا فايز؟ ضد ابو فهد شكلك. مو ضد ابو فهد. مبلى بعد رسمي. التضامن مع التضامن. خلنا نسمع اذا وصلت الحميه لا نحتمي مع الرشاد مع التضامن مالك شغل. شنو القصه ابو؟ انا من سكان الفرانيه يعني. اوكي. صحيح. من عمر هذا. طبعا نادي التضامن ادارتهم وقبيله الرشايد هذا كلهم ربع يعني والنعم فيهم كلهم. نعم. حتى القبائل الثانيه كانت موجوده يعني. وكنت اذكر كنت صغير كانت تصير مباراه ديربي نفس العرب الغاتيه النصر تضامن. كنا نروح صغار، كنا وتسع سنوات وثمان سنوات او عشر سنوات، كنا نروح نشوف المباراه المدرج الخشبي اللي بنادي النصر او نادي التضامن. تشوف جمهور زمان قديم يعني، في جمهور 100 نفر كذي. كان يوم جمهور مالك مكان يعني، شفت شلون؟ ذاك الزمان كنا صغار، شفت شلون؟ حتى كنا صغار بين نتخش بين الجمهور عشان كان في جمهور يجونا، يعني كان في ديربي حلو كان. نعم. طيب يعني احنا موضوع يمكن تدريب اخواننا ميثم وناصر الشطي للنادي العربي، هل هو الأمر قانوني يجوز لا يجوز؟ مع أن المحاضر الدولي الأستاذ بدر عبد الجليل غني عن التعريف بالتأكيد. أستاذ بدر صبحك الله بالخير. يعني الله بالخير. يعني عزيز أنت مقدمنا بالليل نطلع لدك علينا. نتشرف. لا ترد يا أخي. عنك. لا ترد. المشاكل العامة. لا ترد. لا ما هو متعاون ويانا. اشتراني بعد. الرقم أنا ما أعرفه إن شاء الله. لو رقمه ما رديت. الرقم حلو الظاهر. الرقم حلو. وناصر شنو التعليق؟ وصل لك يمكن الخبر أن الأخوان في النادي العربي سلموا المهمة لمدربين لا يملكون شهادة برو. أنا دكتور محمد خليل أكد بأنه ما يصير. لكن بعض برأي. عفوا اللائحه القديمه. نعم. ازعاج ترى ما اقول لك الدكتور محمد خليل قال هم ما يصير لكن البعض قال بيلفون على القانون بحيث يعطونهم مثلا هويه مدرب مساعد، هل هذه بالفعل تمشي تصير؟ تمشي. شوف اولا حسب اللائحه القديمه انا ما ادري هل هم غيروها ولا لا. نعم. النادي يحصل في ظرف ان المدرب لا يتوفق معاه ويمشي، فهني تعطيه ان مهله انه يعدل اوضاعه. نعم. ممكن المساعد يمسك ويكون عنده الاي لايسنس ممكن. نعم. عرفت شلون؟ نعم. ايضا حسب حاله الايقاف ان انت تعطيه مهله انه لنهايه الموسم، موسم الحين بيخلص. مو نعم. معقول تقول اروح تسوي لك البرو احنا ننطبها في اول الموسم. نعم. لكن اذا النادي في خلال الموسم اقال المدرب ولظروف ما لا، القانون قبل كان يسمح. الشيء الثاني انا حسب اللي اعرفه، ما ادري انت ترى مو متابع الصراحه النشاط الداخلي، لكن اللي اعرفه مدرب الساحل الان راشد البوص ما عنده بروح. مدرب فحيل ما عنده بروح. مدرب نادي الكويت محمد عبد الله ما عنده بروح. نعم. حمد حربي نادي برقان ما عنده بروح. يعني مطبقينها ومشينها يعني. اشمعنا على الناس. استاذ بدر الاخوان يقولون الدكتور محمد خليل كلمهم في الكنترول توه وبلغهم ان هالموسم حاله استثنائيه بسبب الايقاف، استثنوا موضوع البرو. خلاص استثنوا العربي بعد. اي اكيد. انا ما ادري عنهم والله شنو قانونهم. عموما احنا كمنظومه كرويه خارج المشاركات. نعم. احنا يوم قلنا على اساس انه لو انك تشارك في الشامبيون ليج يكون انت كدوله مطابق للشروط. طيب. الحين انت موقف برو اي بي سي كلها سيان يعني. اها في مدرب. شكرا للتوضيح يا استاذ بدر. حاليا وين موجود؟ في اي ماليزيا؟ الدوحه. الله يوفقك ان شاء الله. تامر على شيء؟ نبي برو حق مالك القلاف يا حجي. تستاهل يبقى. انا ترى ما اعرف منو ضيوفك اللي معك. احمد خلف وياك. احمد خلف كابتن احمد خلف والنعم كابتن مالك القلاف، كابتن حميد مال الله، وكابتن فايز فريح، كلهم ما عندهم نعم. كلهم شباب. كلهم وين شباب؟ لا شوف خل عشان دام ان الكابتن احمد خلف تطرق لموضوع الدورات،
احنا يوم صار لقاء 15/10/2015 نعم حاولنا مع الاتحاد الدولي ان المدربين ما لهم شغل في الايقاف. نعم. وكتبنا وخاطبنا وحاولنا مع الاسيوي. لكن ما قدرنا صراحه بتاتا. نعم. وحاولنا ان اللي يشتغل بالنادي ما له شغل بالاتحاد، ما له يروح عن طريق مراسله شخصيه. نعم. ما قدرنا. يعني لدرجه ان بنستلم شهادات الان. نعم. لدارسين. بس خالد الفضلي يعني خذاها من الدوحة وقت الإيقاف. خذ لا ما خذ، خالد الفضلي أخذ قبل الإيقاف. قبل الإيقاف أوكي. قبل الإيقاف لو كان كان يبي يدخل بعد الإيقاف لكن ما أعتقد سواها. ما تصير يعني أوكي. شوف قانونيا ما تصير لو أوكي. لو بيصير صدقني الاتحاد اللي استضاف المدرب الكويتي بيساعد. فبالتالي قانونيا ما نقدر. اوكي. يعني انا اتاسف على هالشيء وودنا نسوي شيء للمدربين الكويتيين وصدقوني لو يصير والله باكر نسويها. اوكي. لا انا كشخصيا 2000 ايام الشيخ طلال قالوا لي ما يصير تتعامل مع اتحاد الشيخ طلال. هذا ايام الشيخ طلال. طيب. طبعا مع اللجنه الانتقاليه بتاتا ما تتعامل معاه. اوكي شاكرين لك استاذ بدر عبد الجليل للتوضيح ونتمنى بالتاكيد للمدربين الوطنية التوفيق وان شاء الله تنحل مشكلتهم للانضمام والانخراط مع الدورات الدولية والدورات التدريبية في الخارج. خلينا نروح حق موضوع حلقتنا. خلينا نشوف في البداية اللقاء او لقطات من اللقاء او الاجتماع اللي عقده السيد عبد العزيز عاشور نائب رئيس النادي العربي في الملعب اليوم. راح نتكلم كلام واضح ونتمنى تاخذونه بصدر رحب واللي يعجبه الكلام يعجبه واللي ما يعجبه الكلام يقول ما عجبني بدون زعل. احنا نحبكم لكن نحب النادي العربي اكثر منكم. انا متاكد كلكم تحبون النادي العربي، هذا شيء ما حد يختلف عليه. لكن في امور قاعد تصير غلط ويمكن احنا كنا جزء منها لكن هالشيء هذا لازم ينتهي. بنتكلم عن امور مهمه وبختصر الكلام عشان يكون واضح. اول شيء موضوع الفلوس، ما في ولا واحد فيكم يبي من النادي العربي فلوس، ما في ولا واحد فيكم يبي من السيد جمال الكاظمي فلوس، ما في ولا واحد فيكم يبي من عبد العزيز عاشور فلوس ولا من أي أعضاء من مجلس الإدارة ولا نرضى ولا واحد يساوم بالفلوس على اسم النادي العربي. اللي يبي يلعب يلعب حق النادي العربي، ما يلعب لي أنا. أول شيء يلعب حق النادي العربي بعدين اسمه. هذا كلام لازم ننتهي منه. اللي يبي فلوس احنا ما عندنا فلوس. الشيء الثاني التويتر والمواقع الاجتماعية والسوشيال ميديا. اللي يبي يروح يصير فاشينيستا يروح. احنا ما نبي واحد يرد على الجمهور. حياتكم الشخصية أنا ما أقدر أمنعكم، لكن إحنا نطلب منكم الحين ونقول لكم ما نبي واحد يرد على الجمهور. هذا الجمهور اعتبروه أبهاتكم وإخوانكم وعيالكم، ناس قاعد تبكي عشان اسم النادي العربي مو عشانكم ولا عشاني أنا، وهم النادي العربي أكبر منا إحنا كلنا. أنا أبلغكم اليوم ما نبي الدوري، ما نبي الدوري، أعيدها عليكم ما نبي الدوري، وأنا مسؤول عن هالكلام. لكن أبي
ريايل بالملعب، العب استذبح وما ابي الدوري. كلامي واضح، 3 سنوات ما ابي الدوري. ومن الحين اقول لكم يا ناصر ويا ميثم، ما نبي الدوري، ما نبي الدوري، اعيدها عليكم، ما نبي الدوري، نبي فريق. ولكم حق تستعينون في لاعبين 19 ولاعبين 17 وتكونون لي فريق. هذه بعض المقتطفات من طبعا اجتماع السيد عبد العزيز عاشور نائب رئيس النادي العربي مع اللاعبين. ابو خالد، تعليقك على تصريح ابو سعود. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نحن النادي العربي على قولتهم ديدنا المشاكل في كل موسم، في بداية الموسم، في نص الموسم، في ختام الموسم، حتى في نهاية الموسم يصير مشاكل. وأقرب دليل المدراء اللي كانوا قبل خليل ويا حسين عاشور في مشكلة القادسية والكويت، في نهاية الموسم صارت مشكلة. فالحين يعني انت بدال ما تيجي تحل يا نائب رئيس النادي العربي، تحل المشاكل، تحل البلاوي اللي عندك بالفريق، تحل مشكله اللاعبين اللي يبون منك فلوس. هذا كلام ماخوذ خيره، في وايد لاعبين يبون فلوس من النادي العربي. حمد العنزي، عبد الرحمن باني، اللاعب مال الشباب احمد يونس، هذا احمد يونس، هذا اللي انت جبتهم بلاش، يو ما يوب بلاش، يعين بفلوس ويطالب في فلوسه، يطالب حقه. حميد القلاف، محمد فريح، الرشيدي، كل اللي جبتهم هلا بفلوس. انت اللي فتحت المجال للفلوس، انت فتحت مجال للمشاكل في الفريق. الفريق النادي العربي مشاكله من اكثر من 10 سنين، مو من الحين يا سعود. مشاكل ادخال اللاعبين من خارج النادي العربي بمبالغ كبيره هي اللي خلقت المشاكل من ايام خالد خلاف، محمد شراق، وعلي مقصيد اللي قبل سنتين، وعبد الله الشمالي اللي قبل 3 سنوات. هذه كلها مشاكل انتوا خلقتوها، انت خلقتها يا عزيز عاشور ويا اللي انت قاعد تجيبهم. فالحين اعتقد يعني هذا الكلام ماخوذ خيره، كلام ما تبي الدوري، هذا يعني فات عليه، على قولتكم فات الميعاد عليه. المفروض انت هذا الكلام توضحه وتوضحه للناس في بدايه الموسم. انت تعد خطه لثلاث سنوات في بدايه الموسم وليس نهايه الموسم. انت ترتيبك الرابع، يعني لو مو هزيمه النادي النصر كان انت بتسوي فريق؟ ابو راح تسوي فريق. انت بكره لو اللجنه الهيئه تحكم 3 نقاط لك، انت راح تطلع الثالث او الثاني بعد. ما اقول لك يعني، بس انت يعني انت جيت الحين صرحت على شنو؟ هل اللاعبين اللي قاعد تصير مشاكل فلوس؟ يا اخي اقضبهم، حل مشاكلهم الماليه. النادي العربي في عجز اكثر من 400,000 دينار و 500,000 دينار. من وين صار العجز هذا؟ من وين؟ سوء إدارة نادي العربي هي السبب الرئيسي في تدهور جميع الفرق. واليوم يعني كلامه، يعني كلامه هل هو يعني مبهم؟ أنت شنو اليوم تصرح تقول أنا قبل سنتين شلت لا مدربين قطاع الناشئين اللي كل واحد عنده 500 صوت، ويبت ناس ما عندهم أصوات. من اللي ما عنده أصوات؟ خالد القبندي ما عنده أصوات، علي جواد ما عنده أصوات، عيال أخوك وعيال أخدك وعيال أخوانك اللي حطيتهم كلهم في مناصب في كل اللعبات ما عندهم أصوات. أنت شلت اللي ضدك ويبت اللي معاك في النادي العربي. فأعتقد أن هذا الكلام مغلوط. وين سيد جمال كاظمي؟ والله ما أدري أنا سيد جمال كاظمي وينه. يعني هل هو مسافر؟ مسافر. هل هو مختفي؟ مسافر. أعتقد مسافر. أوكي مسافر الحين، مسافر غزة. نعم. انت تقصد، انا قاعد اقول لك وين لما مثلا انت بتقول عبد العزيز جاب عيال اخته وما ادري. اي نعم بس وين اذا وين السيد جمال كاظمي في؟ والله جمال عاد انا ما ادري وينه جمال. يعني جمال مو بس بروحه، جمال عنده 10 وياه. وين الباجي هم ليش ما تكلمه؟ عبد الرزاق ما عرف ليش ما تكلم. اكيد راضين يعني. مو احنا قاعد، هو ليش يقول يتهم ناس او يجيب اسماء ناس كانوا في قطاع الناشئين؟ انا واحد الناس من كنت في قطاع الناشئين، مسكت قطاع الناشئين. عقيل مهنا كان في قطاع الناشئين، مالك القلاف كان عنده، مالك شنو كم صوت عنده هذا؟ هذا زين يصوت حق نفسه مالك. نعم. انت تتهم الناس لازم عندك دليل. واعتقد هذا الكلام مغلوط.
وما راح يمر مرور الكرام عليك، لان كلامك انت اتهمت ناس اخدموا اكثر منك واعطوا جهدهم وتعبهم في النادي العربي اكثر منك انت. انت شنو اعطيت النادي العربي؟ لعبت لك سم سنه والحين رئيس نائب رئيس النادي العربي، خربت النادي. انت سبب تدهور النادي من قبل سنتين. بس جمال الفتره اللي قضاها في النادي العربي يا ابو ليش؟ اعطني سبب ليش؟ انا اقول لك، انا بعطيك سبب. تقول لعب سنه سنتين؟ لا يعني 10 سنوات يا بدوري وحمل كاس على عيني وراسي. بس لا يبخس لا يبخس حق الناس الثانيين. انت الحين قاعد تبخس حقه وتبي ما يبخس تبي هو هجمنا الحين هجم علينا كابتن هجم علينا كابتن قبل سنتين اللي كان هو نائب الرئيس اللي كان جمال كاظمي مع خليل بلان ماسكين الفريق، كان بالمركز الاول. على قولت واحد يقول عزيز يبي الشو ما يطلع بالبرامج، اكيد ما يطلع، ما يبي البرامج، ولكن في النادي العربي هو شو ياخذ الفريق لعن خير الفريق. شال الجهاز الفني، شال الجهاز الاداري، شال اللاعبين اللي كانوا جايبينك المركز الاول، وين طلعنا؟ شال الجهاز الاداري وشال الجهاز الفني. بنياكم صار بنياكم هو اللي حط نفس الشيء هالسنه. انت جبت فوزي ابراهيم وسامي الحشاش، من يابهم؟ ما اعتقد جمال كاظمي، وانا متاكد من كلامي انه هو اللي جايبهم مع 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 اخوانه الثانيين اللي اعضاء مجلسه. فانت لا تتهم العالم في شيء هم اخدموه اللي سواه، هم يعني هم شنو خرب النادي، هم دفع ترى عزيز، يعني لا تتجاهل المبالغ اللي اندفعت. أي مبالغ؟ اعتقد امس اسامه حسين يمكن اقرب الناس حق عزيز وقال كلام امس وانا بعيده، ما في واحد في النادي العربي وانا مسؤول عن كلامي دفع دينار وما اخذه من النادي مره ثانيه، وانا مسؤول عن كلامي، واذا كلامي غلط والله العظيم اطلع باكر وانت في هالكلام وانا اعتذر له. طيب قدامك انا اقول اروح لفاصل وبعد ذلك اعود. حياكم الله ويانا. ثلاث تغريدات اقراهم بالسريع. اخونا محمد العوض يقول اللاعبين اللي لهم فلوس بعقود مو هم اللي مقصودين، المقصود اللي يطالبون فلوس وهم ما لهم عقود مثل ما صار قبل، يا تعطيني يا ما العب. ايضا يكمل اخونا محمد العوض، القبندي وعلي جواد يا كابتن قاعد يصلح ما افسده الدهر. نعم. واذا تبي الدليل تعال شوف بعينك وانت سوي مقارنه بالمراحل قبل والحين. بمصعب يقول الكابتن احمد خلف واضح ضد عاشور، ما شاء الله يعني جمال زين. لا مو زين جمال، من قال جمال؟ انا مدح جمال الحين، انا اقول لك حتى جمال كاظمي يدفع وياخذ، انا مو مع جمال، انا ضد سياسه جمال. الان جمال قاعد يشتغل غلط، تي ليش انا ضد سياسه جمال؟ لانه حط ايده بيد عزيز عاشور وهذيل، لانه حط ايده بيدهم. شوف النادي وين وصل. قبل تقولون خل اربعه لا 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 يتجمعون لا يتجمعون يا عزيز، تقول ضد نتجمع على الخير، على المحبه، على الترابط، على ان نطور النادي. عزيز عاشور عقب سنتين يبي ياخذ النادي من جمال، والكل شاف والكل شاهد والكل عرف. بعد هذا ما يخفى عليك انت، احنا قاعد امس رئيسين بالنادي العربي. ايه رئيسين. طيب نعم. خل اخذ اخوي حسين علي عاشور حاب يدخل معنا في تفضل. حياك الله يا ابو علي. يا هلا ابو سعود، حياك الله. حياك الله ويعطيكم العافيه، ما قصرتوا على هذه الحلقات المميزه. الله يعافيك. انا صراحه ما عبرتني ادخل وادش الا عقب ما قال عيال اخو وعيال اخت، وهذا كلام يعني وصله احمد كابتن احمد خلف، انه كان النادي صاير يعني مثل ازواره ولا مثل هالقبيل هذا، يعني وصلت بصورة صراحة أنا انزعجت إنه شنو مفجأة عبد العزيز عاشور مخلي النادي بس حق عيال أخوه وعيال أخته في المراحل التنمية. للعلم هذا يقولها على هو مباشرة، إن الشباب الثلاثة الموجودين من عيال أخته اللي قال عنهم هذول، ولا واحد يتغاضى دينار. ما قلنا يتغاضى، ما قلنا يتغاضى. نفس ما تخلني اخلص. تفضل على عيني. تفضل ما عندي وقت. تفضل لا تقاطعوني مثل ما تفكر. تفضل تفضل جيتوا وتكلمتوا
وعيال اخت وعيال اخت. تفضل تفضل تفضل. خلونا ناخذ راحتنا. تفضل حبيبي. كل حريه. تفضل. الثلاثه هذين اللي قال عنهم ما حد ياخذ رواتب، لا وعكس ذلك هم وزملائهم واخوانهم الاداريين تميزوا والحمد لله الكل يستشهد فيهم، اللي ضد مجلس الاداره واللي دائما يعارض وهو دائما يمدحهم ويقول انه جهد مميز وقاعد يشتغلون في المراحل التقنيه، والخالد القمندي الكل يمدحه غير عرباوي اكثر من العرباويه. يجون اليوم يطقون خالد القمندي ليش يا جماعه؟ خلوا النادي يمشي. لمتى واحد يطق الثاني في التلفزيون؟ شفتوا نادي الكويت عمركم واحد يتكلم عن الثاني؟ اتعلموا من نادي الكويت، شوفوا شلون قاعد يمشون، شوفوا شلون قاعد يشتغلون، شوفوا الانجازات الحين، ماكو بطوله ما خذوها، مراحل سلميه، يد، قدم، سله، طائره، كل شيء خذوا، وانتم للحين تطلعون بالبرامج وهذا هذا دمر وهذا، عزيز العاشور انت تقول دمر من 10 سنين، تدري ان عزيز العاشور صار 3 سنوات بالنادي؟ الكل يدري انه في انتخابات الاخيره اللي صارت للاسف قاعد تجدد لمجالس الاداء بشكل غير شرعي. توها ما صالها 3 سنوات ونص وهنا طيب. تقول من 10 سنوات وبعدين أنا عندي تحدي مستعد أتحدى الكابتن العزيز أحمد خلاص، هو يقول العزيز ما حد دفع من النادي من جيبه أو عزيز ما دفع نادي من جيبه، أنا مستعد أجيب لك فواتير وجيكات اسمه وما والمبلغ نفسه ما دش أو ما لا هو يقول هو يقول يدفع بس يأخذهم من النادي وما يقول ما دفع يدفع إيه؟ أجيب لك مبالغ وأتحداك تجيب لي مو ربع ولا 5% هو مستلمهم من النادي، بس بشرط أجيب الأوراق هذه كلها، وأنت شاهد يا عزيز العافية وأحمد خلف موجود حاضر، بس بشرط ما يطلع بعدها بالتلفزيون حاضر، إذا كلامي صح حاضر وإذا كلامي غلط أنا حاضر فيديو هي أبو سراتة حاضر وأعتذر منه حاضر وللعلم عزيز اذا بغى يدفع ما يدفع يمنع النادي، لا يبغى النادي عليه حق عليه وهو قاعد يرد الحق والدين اللي النادي قدمه حق طيب وحق عيال عاشور كلهم من الستينات وهم من تاسيس النادي وهم قاعد بالنادي ويلعبون بالنادي وداخل النادي العربي وكلنا عرباوي ما حد غيرنا هذا شيء متفق عليه. طيب كلمه اخيره مسعود بشكل سريع يعني امور الجمال كاظمي وان هذا محسوب عليه وهذا محسوب على عزيز، مو وقت انتخابات خلوا الناس تشتغل، ليه في وقت انتخابات وعلم التمشيخ يطقوا بعض كيفكم، بس خلوا النادي يمشي، خلوا العالم تشتغل، لا حد يطق بالثاني لان ما حد قاصر عن الثاني، واذا واحد يبي يتكلم فيه بنرد عليه وين عدتم عدنا وفهم الله. مشكور يا اخوي حسين. اخذ اخوي عبد الله، صبحك الله بالخير. صبحك الله بالخير ابو سعيد، حياك الله يا اخوي. اول شيء نبارك الجمهور برشلونه ونقول حق جمهور مدريد هارد لك. ليش هارد لك؟ انا قد ها؟ ليش هارد لك؟ فاز مدريد. لا انتوا كنتوا تبون طلعت برشلونه طلعت عبد الله عند الكابتن حمد احنا ما نشوف برشلونه فزنا احنا. صح يا العبود روح جوهد جو. بس عيد تفضل. انا غتصاوي بس اذا اخ احمد خلص اسمح لي اشارك موضوع العرب. تفضل. يعني النادي العربي من انتكاسه لانتكاسه قبل ما يجي عزيز عاشور زين ما يطلع في الاعلام ما تكلم على جمال كاظم ما شفنا، يعني انا متابع من الشان العربي زين وبعد ما امسك الجهاز الاداري عزيز عاشور بدات تطلع المشاكل، يعني قبل ما يمسك عزيز عاشور قبل اللي كانوا ينافسون فيها في الدوري كان الكل مساند الجهاز البلام وهذا، لكن لما جاء الموسم اللي بعده عزيز عاشور مسك الجهاز الاداري بدات تطلع المشاكل، يعني معقوله في واحد يحارب الثاني؟ يعني انت احمد خلاص وايد تطلع في الاعلام ولا مره انتقد جمال كاظم توني منتقدهم طيب. توه قبل مشكور. دقيقه مشكور اخوي عبد الله، ما عندي وقت والله يا عبد الله السموحه. معنا ايضا الدكتور احمد عبد الحميد رئيس اللجنه الفنيه حاب يوضح بعض الامور، تفضل يا دكتور صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور ابو سعيد، صبحك عليك وعلى الاخوان الموجودين ابو خالد ابو احمد ابو حميد الله وكابتن فايز الفريح. انا بغيت المداخله هذه يعني ازيد على كلام ابو ناصر بدر الجليل. طبعا انا ابي اوضح النظام المعمول في الاتحاد او بخصوص المدربين ودرجات المعمول فيها سابق
هذه انا اعتقد اي اتحاد متطور لازم يقوم فيها الدور، وهذا اللي قاموا فيه اخوي بدر عبد الجليل من قبل. لكن السنه انا اعتقد سنه استثنائيه بخصوص العمل في هذا النظام، لان اعتقد نظام الدورات كان واضح بالنسبه حق بدر، وضح الامر انه ما في دورات. هذا شيء. شيء ثاني مثل ما قال كابتن بدر عبد الجليل، محمد عبد الله وحمد حربي وكابتن راشد البوص، وايضا اللي نعمل فيهم قبله. اول شيء كابتن محمد عبد الله، جاي بعد اقاله باني، وكابتن محمد عبد الله غني عن التعريف وصاحب الامتيازات وله تاريخ كبير في 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 نادي الكويت وبطولات. كابتن راشد البوص جاي بعد كابتن عبد الرحمن العتيبي، ايضا يحمل شهاده الهبوط اللي دش فيها وخذ فيها التدريب نادي الساحل. الوحيد اللي استثنيناه ولظروف عمل نادي برقان ودخوله للدوري في وقت متاخر كان كابتن حمد حربي، وايضا كابتن حمد يعني من المدربين اللي عندهم باع طويل وخبره ودربوا. فهذا الامر اللي وضحه ابو ناصر انا معه صح، يعني العمل في النظام هذا هو النظام المتطور في كل الدوريات، لكن بالنسبه لنا هذا الامر كان باستثناء للعمل في في بخصوص الأندية. بما يخص ناصر الشطي، طبعا ناصر من المدربين الشباب الكفاء اللي يعني اشتغلوا وتعبوا على نفسهم في في فترات السابقه. ممكن حال المدربين الثانيين في ظل ظروف النادي العربي اللي مر فيها من تغيير مدربين، هذا ايضا يستثنى حال المدربين اللي من قبل. لكن كوجهة نظري أنا أعتقد ناصر عليه أن يتحمل هذا التعيين، لأن الأمور مو سهلة عليه، يعني كمدرب مبتدئ ويملك إمكانيات يعني. فهذا الأمر بسعود يعني إحنا نأخذها بعين الاعتبار، يعني الفرصة حق المدرب الوطني يمكن تشبت السنة غالبية الأندية استعانت بالمدرب الوطني. صحيح. هذا أمر. لكن أنا بوضح شغلة بشكل سريع تكفى دكتور. تفضل. ميثم الشطي ايضا من كفاءات زينة، لكن انا اقولها بكل امانه، ميثم الشطي ماسك فريق 19 سنه، انا اعتقد ما راح نستثني في موضوع انه يدرب 19 ويكون مساعد الفريق الاول في هذا المجال، لانه راح يصير الامر صعب عليه ولازم يفرض نفسه حق الفريق الاول. اذا يبلتني يعني علي ان يختار يا 19 يا كمساعد يا الفريق الاول. اي نعم اي نعم. طيب. وقتهم مختلف يعني، يقدر يدرب 19 وبعدين يصير مساعد، يعني وقت تدريب الفريقين مختلف يعني. الكرنيه قصده. ما يصير يعني الكرنيه ب 19 الكرنيه. ما يصير. على دخول الملعب يعني. هو لازم على دخول الملعب لازم يفرغ نفسه، وايضا لازم يفرغ نفسه حق فريقه اذا تبي التطوير يعني. وانا اطلبها منك عزيز انه بوجود الدكتور لازم تسوي حلقه على المدربين الوطنيين، لان هذا شيء احنا محتاجينه نوضح ويدري شنو معزته، لكن في امور سابقه صارت لازم تكون امام الشارع الرياضي عشان يفهم. ابشر ان شاء الله يلبي الدعوه الدكتور. احمد انت عارف في 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 الوقت الاخير هذا في مجموعه كبيره من المدربين يمكن ينطرون الدورات الاتحاد الكويت، احنا ممنوعين من هذا. صحيح دكتور. صحيح. مشكور يا دكتور احمد عبد الحميد حبيب. مدير التطوير والتدريب في اتحاد الكويت لكره القدم على التوضيح. ارجع حق موضوع العربي، ابو احمد رايك ب ما حصل اليوم ورسميا اقاله المدرب وتعيين ناصر وميثم الشطي، دائما حوار ايضا بسعود. دائما عزيز في اشخاص بحياتك تتعلم منهم، انا هذا الشخص تعلمت منه كثير من ايام كلاعب، ولما اليوم كنت مدرب وهو كان مديري الفني شد علي ضغط علي، خذينا وتعلمنا، وهذا مروا على اجيال. انا بقول كلمه حق كلمه خالد، ما لي شغل انا منو اللي يرد او 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 تصرفات الكابتن احمد خلف، هو عارف شنو قاعد يقول شنو ابعاده، ولا من الخبره الكافيه وتاريخه يشفع له عموما سواء كلاعب كان ولا كان مدرب. فاليوم اعتقد الكابتن احمد خلف مو بحاجه احد فينا يثني عليه قدامه ولا من ظهره. انا بوجهه نظري ما بديش بالامور اللي تفضل فيها هو ابخص مني بامور الانتخابيه، انا بديش بالامور النفسيه. اليوم انا اقول هل كان هذا الحوار اللي دار من سيد عبد العزيز عاشور كان يفضل انه يطلع بطريقه التصوير؟ انا هذا سؤالي. كنت تقدر تحطهم غرف مغلقه وتحاسبهم، وهذا اللي احنا تعودنا عليه في السابق. اليوم انا مثل ما قال اخوي اعتقد احمد او الشخص اللي اتصل من عيال عاشور الكرام حسين علي بالضبط، هذا كان ممكن يصير. انا اتكلم عن شغله نفسيه، حاور اللي تبي، حاسب اللي تبي. دائما كنا احنا نقول
عندك اي شيء لا تطلع على الشارع. هو قاعد يقول اليوم انتم لا تطقون لا تطلعون بالبرامج. انا اقول التصوير هذا هل هو طبيعي ولا مفتعل؟ لا مفتعل. انا هذا سؤالي. شلون تصور يعني؟ هل اليوم يعني انا متعمد انه يعني انا ابي التصوير وبسمع الناس ان انا شنو اللي بقول حق اللاعبين؟ سؤالي اليوم انا الحوار هذا اللي الدار بين اللاعبين وبين السيد عبد الزاج والاخوان بالاعضاء مجلس الاداره وبوجود المدربين ما راح اتكلم. هو بدا بدايه مثاليه بالكلام ان نروح نادي العربي ونبي ونبي ونبي، لكن لما يجي انا بيجي اجرح حتى لو كان الجرح والنقد توصل فيها للمرجله والرجوله الكل رجال بلا استثناء. احمد لو مو متصور كان ممكن طلع كلام وناس راح يعني راح تقول كلام وما في احد ياكد الكلام اللي انقال. يطلع واحد الحين لاعب يقولك والله غلط علينا عبد العزيز هاشم، شلون تثبت؟ لا يطلع بسعود يطلع بمؤتمر صحفي هو مدربينه يحط المدربين اللي حطهم عينهم يحطهم مع مدير الجهاز. لا هو قاعد يجتمع مع اللاعب. لا 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 احنا طريقه يعني مع يعني كلام اللاعبين يعني قصده يعني ابو احمد ان اسلوبه مع اللاعبين ما كان يعني كان هذا يصير بس بالغرفه المغلقه. يعني انت حطهم غرفه واطلع مؤتمر صحفي وقول اليوم احنا اتفقنا على مبدا وعلى سياسه معينه باسلوب وطرح. انا قصدي اللي بوصل له نعم. اي حوار تبي دوره مع اللاعبين انا بوجهه نظري البسيطه لو هذا الشيء انا اقول انا اتكلم عن نفسي لو هذا الشيء صاير متصور بايام ما احنا كنا لاعبين سين من الناس مو سيد عبد العزيز عاشور لو كان حتى سيد جمال كاظمي وتتصور وتنقال علني وامام التلفزيون انا عن نفسي انا اول واحد راح اخذ فوق حدر واتوكل على الله. انت ممكن تجرحني وايد كان يصير سب الغرف بيننا ونتحاسب ونخلص وتصفي وتنتهي لان ما يدار بالغرف ينتهي بالغرف ويقدر يطلع الشخص اللي مخول بالحديث امام وسائل الاعلام يطلع ويوضح. احنا مو ضد هالمدح احنا كنا نقول نبي ريايل بالملعب احنا نقولها احنا كان يوصلنا كلام ترى هذا يوم من الايام كان مدربنا سبينا منه بس بالغرف المغلقه طيب تنتهي انا طيب. بوجهه نظري اليوم الوقت وايد كان متاخر هذا كان ممكن يصير مثل ما قال سيد احمد خلف هذا كان لو صاير بدايه الموسم. نعم احنا نقول لك خل عندك سياسه تبني فريق نعم احنا مع هالمبدا لمتى احنا نقص على نفسنا نقول نبي دوري والنوعيه اللي يوك عندك انت اللي اخترتهم من انديه ويبتهم ودخلوا مع اللاعبين مع احترام شديد لهم ما صار اختيارها عن طريق اسس عن طريق احتياجاتي. انت زعلان الان لانه ما حطك من ضمن الجهاز ابد والله. شوف انا اول تغريده نزلتها للعلم ولاجل عين انا نزلتها ولاجل انا قلت وانا ملتقي ويا سيد عزيز عاشور العصر وقلت يا جماعه لا تحسدونهم وباركوا لهم والله يوفقهم وانا اول داعمين المدربين وخروهم عن الموضوع بداتا تراهم اخواني الصغار وناس قاعد تشتد بس من داخل زعلان بس أبد كل واحد لا بس انا ارد عليك ابد كل واحد الشباب مخاديه ولو بوضح شنو اللي دار راح تعرف دقيقه مال ليش انا الشباب الحلوين. شوف اوكي بعطيك دقيقه بس شوف تدريب النادي العربي بالنسبه لي انا امنيه انا احمد خلف لما استلمت الفريق قبل 10 سنين 2007 2007 امنيتي كانت 2007 صح اللي اخذنا فيها كاس الامير امنيتي 2006 بقى. شوف لا تهقى واحد مدرب في النادي العربي اي حتى لو برا النادي العربي انا عرضوا علي ما انت تخيلني اتكلم انا انعرض اسمي قبل فوزي شالوا فوزي ابراهيم دخلت شتوين جمال كاظمي شال التليفون علي احمد عندك استعداد قلت والله شوف بطال اذا في عندي بعض الشروط سويها قال عندك استعداد قلت له إيه عندي استعداد أنا ولد النادي وأقدر يوم يومين ثلاثة خمسة ما حد رد علي كان أقول حق واحد شو السالفة كان أقول يبا عزيز عاشور ما يبيك ليش ما يبيني عزيز شو مسوي له يهاجمني في ينتقدني في التلفزيون أنا بس أطلع بالكوت لا أروح تلفزيون الكويت ولا أروح الشاهد ولا أروح هني يمكن مرة هني انتقدناه في أسلوب يا أخي انتقاد ما ينقص منك ليش إني أنا انتقدته وهذا الكلام أقول له خلي أجيب اللي قال لي اليوم انعرض علي أنا اليوم انعرض علي الساعة 6 المغرب دق علي عبد العزيز مطوع وخالد عندك استعداد قلت له لا لأن عارف شنو الرد أدري إنك واحد بالمجلس ما يبيني فليش أعرض نفسي بس عبد العزيز ليش دق عليك عبد العزيز طبعا رئيس الجهاز يمكن قليله ايش قاعد اقول لك انا يمكن قليله انه نبي أيه بس انا ما ابي لان عارف لا هم قالوا حق ابو سعود يا ابو سعود من تبي وياك منو عندك المدربين من تطرح اسمه دق علي عشان قبل ما يطرح اسمي
قلت لا ابو سعود ما اقدر اشتغل مع هالمجموعه، انا ما اقدر اشتغل. طيب بس اروح لفاصل وبعد ذلك اعود. حياكم الله ويانا. خلينا ننتقل حق الزاوية الأخرى هنا. أبو علي أنت رجل محايد، خلونا شيء الزاوية اللي هناك ما شاء الله. لا أنت يعني نقول كمحايدين على أبو علي، أنت محايد، شنو ترى يعني مشكلة النادي العربي؟ خلينا نشوفها إداريا فنيا. مشكلة شوف، أول شيء أحمد خلف، الأخ أحمد خلف هو لاعب قديم النادي. لا ما نبي مجاملات. لا لا ما جامل ما جامل. خلنا من أحمد. لا لا أنا راح أتكلم عن مشكلة النادي العربي. إي راح أقول لك عن مشكلة. إي هو يمكن عارف في مشاكل اداريه صايره، ما لي شغل فيها، ما راح اتكلم فيها، ما ادري في مشاكل، هذه يعتبر مشاكل ترى، اذا في قائمتين وفي ما في تعاون هاي مشاكل. نعم. بخليها على جنب، انا ما لي شغل فيها. في احدى الحلقات انا كنت موجود عندك هني، وكان جاي مطير شرقاط. نعم. احنا تكلمنا، في ناس قالوا لنا انتم دافعتوا عن احمد، عن فوز ابراهيم. احنا ما دافعنا عن فوز ابراهيم، وقلنا لهم فوز ابراهيم ولا خساره، وقامت على الدنيا كلها. عبد العزيز تخلل باللاعبين، والله تخلل باللاعبين. المدرب هذا الحين شالوه، المدرب شالوه، ترى كل السيره الذاتيه حقه، كل دوله رايح لها ماخذ بطوله، كل دوله رايح لها ماخذ بطوله. ليش 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 فشل النادي العربي؟ وليش فشل بعد منه؟ صراحه اقول، راح اقول كلمه صريحه، ليش فشل بعد احمد عسكر؟ ترى كان احمد عسكر، وكان والله في محللين كانوا يتكلمون، ومن ضمن حتى محمد كرم يقول احسن مدرب اشوفه يدش الجيم الثاني بتغييرات، يقرا اللعب اي كان يقرا اللعب. يعني قصدك احمد عسكر شنو يتكلم عن المدرب؟ كان لازم واحد، انا متصور. يعني انت قصدك ان وجود احمد عسكر كان مهم، ابتعاده سبب فشل المدرب؟ احمد خلف ولا غير احمد خلف، لازم واحد يكون صادق. احمد عسكر اي يكون صادق حيل معه، يوضح له الامور. مساعد المدرب عنده، مساعد المدرب هي ألعن شغله، روح حق المدربين كلهم اشتغل معاه، يخاف من مساعد المدرب لانه يقدر يحفظ له، ويقدر يطيره فوق. طيب صبي اوكي، انت ترى الخلل باللاعبين وعدم وجود مساعد المدرب. اخر لعبتين أرباوي. واضح في لاعبين ميتين. لا انا شيلهم خلاص، خالفه اوكي. روح وبعدين خالف، بعدين راح اقول. اعطونا الوقت، روح تفضل، النقاط واجد. في البداية طبعا مستحيل السفينة تكون بربانين أو قبطانين، مستحيل. العربي في رؤوس اثنين، العربي في اثنين يتخذون قرار واضح للعالم كله. هذا مو فايز فريح اللي يقوله، ولا أحمد خلف ولا مالك ولا أحمد دور. الكل شايف وعارف، هذا واحد زين. ما نختلف منو زين منو شين، في النهايه صناديق الاقتراع اعضاء جمعيهم اي راح تحدد في وقت انتخابات. انا بتكلم على الاجتماع على اليوم. انا صراحه ايد كلام الشباب، كان من المفترض انك تكون في غرفه مغلقه ويطلع المنسق الاعلامي يتكلم في بيان صادر من اعضاء مجلس اداره يذيع على الاعلام، لان انا ما ابي اقول يعني ممكن احد اللاعبين تنرفز وقال لك كلمه ورد عليك والشيء مصور وحلو بحقك كعضو مجلس إدارة، هذا واحد. اثنين ما يصير انت تقلل، امو يعني ما تقلل، هو سيد عبد العزيز عاشور واعضاء مجلس إدارة يعني قلبه محترق على النادي وعلى اللي قاعد يصير، فكان المفترض انه يكون يعني الكلام في قرف مغلقه مثل ما قال ابو احمد، ويكون الكلام مفتوح حتى انت تفتح قلبك واللاعب يفتح قلبه. ترى مو بس انت محترق قلبك، ممكن بعض اللاعبين من ابناء النادي او من اللاعبين اللي انت جاي من برا محترق قلبه على امور قاعد يشوفها، ما يقدر يتكلم وهو في تصوير. فالمفترض يعني الرسول عليه الصلاه والسلام يقول داروا اموركم في الكتمان، حوائجكم في الكتمان. ليش؟ شوفوا الانديه الثانيه دائما في السر. هذه نقطه. النقطه الثالثه، انا بس بعقب على موضوع الكابتن احمد خلف لما تكلم على المراحل السنيه. انا الامانه لا لي لا ناقه ولا جمل في النادي العربي، ولا لكن من حكم متابعتي المراحل السنية في السابق قبل لا يستلم عزيز عاشور المراحل السنية، كانت المراحل السنية في النادي العربي مدمرة بالكامل، وأنا قلتها قبل هالمرة وأرد أكررها مرة ثانية هني.
احنا بنادي الفيحي الفريق 98 في دوري تحت 13 سنة قلبنا العربي 10-1 10-1 غلبنا العربي. كنت اتوقع انه بتقوم بقيامة النادي العربي كل المراحل ولا مراحل؟ قاعد اتكلم على نتكلم يعني على مراحل سنية. انت لما تتكلم عن النادي العربي، النادي العربي منو طلع لاعب بارز حق الفريق الاول؟ انا مستعد اقول لك من 10 سنين اقول لك من 10 سنين احنا ما نعرف الا محمد جراق مقصيد، وطلعنا السليمي لاعب شوي يعني ما عنده مشاكل او شيء، فما عندنا لاعب سوبر. انت لما تقولي نادي القادسيه الحين انا ما فهمتك، انت تقصد المراحل السنيه انت تقول سابقاً قبل الله يسلمك عزيز عاشور الحين شنو ما كان في اهتمام؟ بالعكس حاليا انت لما تشوف المراحل السنيه حاليا، انا اقول لك قبل سنتين فريق 15 كان ترتيبه 12، فريق 17 كان ترتيبه 10، كان هو مسلمهم. لا قبل الله يستلمهم. متى يعني؟ قبل 5 سنين؟ اي قبل 3 سنين تقريبا لما استلمهم قبل سنتين نفس الشيء كانوا. شوف الحين البراعم من 13 ل من 2003 2004 وانت نازل ل 2007، اليوم 2007 هم بطل، 2005 بطل دوري كاظمه، 2007 بطل، 2003 2004 خسر في المباراه الاخيره، عفوا خليني اكمل بس في المباراه الاخيره من الكويت بفرق نقطه صار حصل على الدوري، منافس قوي، 15 حاليا رابع، 17 حاليا رابع او الثالث، 19 في المركز الثاني، هذه كلها مراحل سنيه. صح سنتين طبعا. تحسب لزيد عزيز عاشور، ترى على فكره للامانه ترى انا ضد عزيز عاشور في امور كثيره. وانا متواصل وياه، كنت انتقده باستمرار. مو لاجل شيء، وانا ماني عضو جمعيه عموميه في النادي العربي، ولا يعنيني منو ينجح منو ما ينجح، نتمنى الخير للنادي العربي، لكن يهمنا امر النادي العربي. طيب. فخلينا نتواصل وياه، لكن اللي يشوف المراحل السنيه حاليا وشوفها في السابق مع كامل تقدير واحترام، نعم. والاخوان اللي اشتغلوا واللي عملوا كل واحد يجتهد بصوبه، لكن للاسف في السابق ما كان في اهتمام في النادي العربي، لكن حاليا المراحل السنيه مع عزيز عاشور انا ما اتكلم عن منو المعينين، انا ما لي شغل. اوكي. لكن حاليا بالعكس قاعد نشوف تطور رهيب. أوكي. وقاعد نشوف العربي من متى يفوز على الكويت 7؟ العربي هالموسم فايز على الكويت في المراحل السنيه البراعم صغار 7-0. اوكي. وتسببت اعتقد في اقاله مدرب الكويت. أوكي. يعني هذه نقطة بس خلني أوصل النقطة الثانية. بس النقطة الثانية أبو سعود، لما نتكلم عن ناصر الشطي وميثم الشطي، أنا طبعا داعم رئيسي المدرب الوطني والله يوفقهم، لكن عندي نقطة واحدة. النقطة فريق 19، فريق منافس على الدوري، فريق يعني قاب قوسين أو أدنى، إنه فرق نقطة عن التضامن. زين التضامن الأول 45 عربي 44 او 46 45، تروح تشيل مدرب وتشيل مساعد مدرب وتحطهم حق الفريق، مع العلم اني انا عندي قناعه هو مدرب 17 ترى ردوه مره ثانيه وخلوا كنا الكود 17. زين الحين صار الكود 17 وميثم 19 ردوا صاعد تشيل ميثم الشطي تشيل ناصر الشطي، وانا عندي علم ويقين كامل بعلاقه الكابتن ميثم والكابتن ناصر باللاعبين علاقة قوية يا رجل، اللاعبين قاعد يأدون داخل الملعب علشانهم حبا في المدرب، لأن المدرب قاعد يتعب وياهم تشيله أصلا. حتى ردة الفعل للاعبين، احنا نتمنى نحافظ على فريق 19. طيب زين أوكي. أنا ماني ضدهم، أنا أقول لك الله يوفقهم، وأنا أطلب من الجمهور العرباوي الحين دام إنه يعني صار الأمر إنهم صاروا واقع مدربين واقع. خلاص أصبح واقع إنهم مدربين، أنا أطلب من الجمهور العرباوي إنه ما يطالبهم بشيء ولا يطلب منهم شيء، احنا نبيكم خل المدرب تعلمون، اذا انت ما تبي شيء خل المدرب، انتم نبيكم تعلمون ان احنا كلنا ندعمكم سواء مدربين وطنيين سواء جمهور عرباوي الكل يدعم. شوف شدوا حيلكم والله طيب. يوفقكم. أوكي. النقطه الاخيره عزيز نروح. بس النقطه الاخيره وخلاص بخصوص موضوع السيد عزيز عاشور لما يقول ما نبي الدوري، هذه كنت اتمنى تكون في هدف واضح للنادي العربي من بدايه الموسم، يعني يكون فيه تصريح تحدد فيه اهداف النادي، انا شنو ابي من هالموسم هذا. لكن احنا الحين خلاص احنا باذن الله على حسب الكلام اللي نسمعه باذن الله 90% 3 نقاط راده. طيب فاذا ردت 3 نقاط انت راح تكون الثاني او الثالث، وفرق نقطه على الكويت او نقطه على الكويت ونقطه على النصر او متساوي مع النصر، ما يصير. طيب. تقول ما ابي دوري، لا انا ابي الدوري ونطالب اللاعبين بتحقيق الدوري. اوكي بو خالد، احد الاخوان داز مسج خالد القبندي ما يصوت في ما نشوف بالتصويت الجمعية عمومية في النادي، انت تقول ياب
القبندي مو قلت قبل شوي؟ اي 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 عنده اصوات، عنده اصوات. يمكن اشتراك انت ما عنده. انا شايف هذا القبندي حاط شعار المجموعه اللي كانت قبل اسراو ابنان وضد جمال نازل، ما انا اقول لك شنو حقه بعده، خليه يطلع خليه يقول لا عاد موجود ما ادري اقول لك يعني خليه يقول لا. طيب. حاط باجت المجموعه المنافسه ضد جمال واشتغل ضد جمال ويا بالطلبه، لا تخلي اتكلم، يا بالطلبه مسجلهم كان ذيك السنه ويا انتخبوا. عندك دليل؟ دليل دليل عيوني دليل شنو؟ تفضل. قلت برد على ابو علي، قلت لك لما يخلص كلام شنو النقطه اللي قالها؟ قال خلل باللاعبين. لا شوف اللاعبين، شوف هم انا احمل اللاعبين، احمل اللاعبين اداهم ما هو اداء اللاعبين بسبب مدرب مو زين. مدرب انا ما ابي اتكلم فيه، انا حضرت 6-7-8 تمارين. سعود ابو علي، ابو علي كيفه يمدحه كيف؟ لا لا بس بس ما يخاف، ما يخاف يا جماعه احنا ناخذ انا قاعد اشوفه بالمنطقه يا أبو علي. بالمنطقه بالمنطقه انا قاعد اشوف ما لي شغل في تاريخه انا وسعود يا جماعه يا ابو علي. انا اليوم مدرب تحضر التمرين تشوف المدرب وين واصل. ليش انت ليش انت ليش فشل عندك؟ ليش ما فشل في 10 دول؟ شرط احنا فوق 10 دول فوقس جبناه من المانيا جايب يابا لازاروني يانا ما طول ابو علي فشل عبد العزيز. احنا نادي يرموك يابو احسن مدربين بالعالم، من ضمن المدربين مدرب اسمه ميزي. انا رحت المجلس رحت عازي الصحفيين قاعدين معاي، بوسكوب اكبر ناقد في اوروبا قاعد معاي بس بياخذ كلام عن 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 ميزي. ميزي فشل بالكويت كان يبكي، لو اقول سالفه ما تصدق صدق، قاعد على دش الاحتياط كان يبكي يبكي. ليش راحت سمعته؟ زين يا حق فريق لا 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 اسمع خلي يا حق فريق مو لا 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 مو حق فريق لا لا عنده اصابات صار عنده اصابات صار خلل. شفت شلون؟ زين شلون انا احكم عنه انه مو زين؟ احكم عنه مو زين؟ والله العظيم يبين قام يسولف معاي انا ما قاعد اقول عنه برجع له تشكي والله برجع يسولف معاي حتى هو احس بعد دقيقه بس دقيقه انا برجع دقيقه الله يحفظ والديك قام يسولف معاي تشكي له قلت له عنده احسن مدرب وما في شيء راح اعطيه خبر راح السفاره خالد لحظه خليني اعطيه خبر مقابلته نازل بالسفاره الكويتيه حميد تقول له نتكلم عن حميد خليني اعطيه خبر خليني اعطيه خبر بس والخبر ما بيعطيه تفاصيله بس بوضح لك المدرب الحالي واحد من غير لا اسمي شنو هو واحد من الاشخاص قال هذا المدرب مو مدرب اذا ما ينشال انا اقدم استقالتي يعني في تحدي انا قاعد لا 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 في ناس يفشلون من هم كانوا من هم كانوا قريبين من المدرب عزيز بعد عزيز ما اقدر انا اعطيك هالتفاصيل والله عاد بقولك شو معلومه ثانيه قايل قبل المره كان عنده مدرب بوسني مدرب بوسني ياش طبعا انا كنت مساعد معه لعبنا كان عقب 95-94 شنو الغلط انه يكون مدرب شنو لعبت مع ملسات ملسات شلون لعبت انا طلعت والله يا عبد العزيز يا حتى اول يوم قعدت معاك انت ما تتدخل بتشكيله بس انت انا اعطيك شيء صح طيب. قلت اوكي والله يا عبد العزيز او بدا يقيس شنو ابي انا قال في لعبات يقول منها لعب فلان فلان اقول له لعب فلان ليش اقول هذا عنده خبره انت فايز عشان غلط المهم شنو صار عبد العزيز قبلها اول كم لعبه خسر عشان يقول ما 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 راح اخلي الكوت يمشي قلت له لا ليش عشان يقول لي لا ما اقدر وفريق مو زين رحت ناديت عبد احمد الانصاري الله يذكره بالخير احمد الانصاري كان مدير كل قلت له ابو نواف يبي يمشي خليني قاعد معاه نسولف معاه قعدنا نسولف معاه رتبنا الامور حقه 14 لعبه ما خسر رابع الدوري اي رابع الدوري صح اذكر انا راح وين درب؟ درب وين؟ درب في 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 قطر في قطر واحد ضرب اي بس هذا مدرب والله ايش يقول حتى البوسنيين بالكويت اني اروح لهم يقول هذا مثل اخوي مثل ولدي لان لازم تساعد يا ابو علي يا ابو علي لازم تساعد المدرب اسمعني خليني اقول لك انا رحت 7 تمارين انا ما افهم كره قدم انا ما افهم رياضه مو مدرب انا 6 ايام تسخين كبيبست مربع ساعه الا ربع تسخين نص ساعه مربع ساعه الا ربع فاولات تشوت قول لي 6 ايام كابتن انا اواجه لاعبين العرب 6 ايام اواجه لاعبين العرب انت تقول لي مدرب انا ناصر الشطي الحين بتكلم انا ناصر الشطي يا صعد فوق يا ابو شاف التمارين شاقول انا صاعد عشان استفيد انا ليش اصعد احمد خلف مع بيفارنك ليش صعدته مع بنياك عشان استفيد منه ياخذ واخذ واعطي معاه ولا كلمه يتكلم ناصر الشطي ولا كلمه يقول له كابتن ولا this is my job شو تقول مو مدرب بالنهاية ما هو مدرب ولكن أحمل اللاعبين طيب شنو كنت تقول شنو اللاعبين شو يقولون
تقول لاعبين اللاعبين اواجه بعض اللاعبين العربي في الانديه الصحيه في الجيم يقول لي شيخ ما تمرن في النادي كل ما كنت تمارين لياقه انا كانت عندي حلقه عبد العزيز في برنامج على القناه الثالثه حق دوري الناشئين اجيالنا او شيء فكنا نصور في النادي العربي فقعدت فكنت اشوف التمرين يعني ما هو تمرين حتى براعم صراحه طيب يا جماعه لا تحكم كل شيء تمرين والله يا انا مدرب ها بقول لك تعرف الحين يا انا مدرب ها بالتسخين الحين سخ قول سوى شيء مدرب الغالي اسمه بالتمرين الحين سخن شيء سوى شيء هذه ضحكنا طحنا بالقاع شنو ملاكم احنا يبا شنو هذا المدرب هذا سنة 94 كأس العالم منتخب بلغاريا ثلاث ما يرابع انت تتكلم عن تمرين يعني واحد بو علي تمارين كانت بو علي عبد العزيز اللاعب برنامج اللاعب اهم اللاعب صدقني قال لك يحمل اللاعبين بو علي بس خلينا نوضح لك ترى مرات لما يكون ليش نحط مدرب هاي الان نحط مدرب خلي اللاعبين يلعبون لا ما يخاف فييرا انت موجود وياه اللاعب اوضح لك اللاعب هو المهم ما عندي وقت بسرعه فييرا في احدى التمارين تمرين اسمك الواحد شلون يشوت الثاني من ورا شوت من غير كره شوت انت شوت صاحبك هذا تمرين مو معنى هو قاعد يقول لك 6 ايام اليوم لما يقول لك توه ناصر الشطي يا انا سفيد وانا ما سفيت منه مو عيب ان المدرب فييرا لعبنا رقبي مو عيب فييرا مو عيب سوالنا تمرين رقبي طيب ايش فيك انا وصلت الختام كابتن احمد خلف مشكور مدربنا الوطني كابتن مالك قلاب مشكور مدربنا الوطني مشكور كابتن حميد مال الله ايضا مدربنا الوطني مشكور كابتن فايز فريح مدربنا الوطني حياك الله اخونا حسين جوهر يقول المفروض فريح بدال لا يتابع اوضاع برقان يحاتي نقاط العربي برقان ما له شغل حسين جوهر ثلاث نقاط بسعود ثلاث نقاط يعني صارت حتى اهم من رفع الايقاف حتى القادسيه يتابع صارت اهم من رفع الايقاف طيب. عندنا الحين نعم الكل يتابعها انا بختم بارجع مره اخرى للخبر المنتشر حاليا وانفي على لسان الدكتور محمد خليل لانه خبر مهم الحقيقه ويعني يسيء لنا صراحه اذا بالفعل تم استدعاء الحكم سعد كميل للتحقيق في الاتحاد الاسيوي وان الاتحاد الاسيوي قاعد يحقق فعلا في موضوع التلاعب بنتائج المباريات في الكويت هذا امر خطير جدا لكن اتمنى اللي قاعد يطلع هالاشاعات والاخبار ارجع واكد بان الخبر على لسان الدكتور محمد خليل هو اللي نفى هذا الخبر بان سعد كميل موجود في السعوديه وبعدها سيذهب في رحله علاج وغير صحيح استدعاء للتحقيق في الاتحاد الاسيوي ونلقاكم ان شاء الله باكر الى اللقاء